تحدثت عن موقف الكنيسة، ومفروض ان الكنيسة تكون حاضرة وفي موضوع الطلاق الشفوي وتوثيقه وكده. حضرتك شايفة الموضوع ده وصل لغاية فين؟ الحقيقة انا عايزة اقولك اصل الكنيسة ليها حاجات وبتلتزم بتعليم الكتاب المقدس، لكن انا كنت عايزة اخدها من منظور تاني، لان احنا بنطبق علينا الشريعة الاسلامية في القضايا، بنيجي عند الكنيسة الموضوع بيختلف. لا انا عايزة يكون بقى نحاول نوفق ونقرب المسافات، لان انت عندك ناس كتيرة جدا جدا يعني بمعنى اصح حالها واقف، لأن لا هي محصلة متجوزة ولا متطلقة، لأن القضية بتاخد طلاق من المحكمة لكن ما بتاخدش تصريح جواز من الكنيسة، فهنا بيحصل تعارض كبير جدا. لا احنا عايزين نقرب المسافات وما نخرجش عن أنا مش من الناس اللي بتطالب بنخرج عن تعليم الدين، إنما ننصف المرأة لأنهم بيبقوا صغيرين وبيعيشوا حياتهم بالطريقة دي وبيربوا أولادهم بيموتوا ويعيشوا وقضيتهم لسه ما اتحلتش. احنا عايزين سرعة الإنجاز. احنا مش ما فيش مانع إن احنا نخصص دوائر مخصصة بعينها للقضايا اللي من النوع ده، سواء لغير المسلمين يعني او سواء للمسلمين، حتى احنا عايزين نحسم الامور، ما تقعدش كلها متعلقه كده. البنت ممكن تشيب وهي لسه ما خدتش حقها في القضيه، الطفل اللي ممكن يكبر ويبقى شاب ولسه ما خدش حقه. احنا عايزين يبقى له هويه، يطلع شاب طبيعي او بنت طبيعيه في المجتمع. ليه الكنيسه لم تتحرك في هذا الاطار يعني؟ لا ما انا بقول لك اصل الكنيسه ملتزمه بتعليم الانجيل، لكن احنا في القضايا لما بتلجئي للمحكمه انت ممكن تاخدي حكم طلاق من المحكمه، لكن الكنيسه ما تنفذوش لان احنا عندنا التعليم بتبقى مختلفه شويه. لكن انا عايزه اقول احنا ما نخرجش عن التعليم، لكن القضايا اللي من النوع ده يبقى يحصل فيها حسم. يعني سرعه الانجاز بس مش اكتر. يعني فعلا انا عجبتني حته قوي ان ساعه الكاتدرائيه فعلا تاني يوم تحليل الدي ان ايه، ليه في الوضع الطبيعي ما يطلع؟ هو مكلف جدا الدوله جزء الجامعات الاهليه جزء المجالس جزء، ليه لا؟ بحيث ان احنا نوصل الاطفال لبر الامان.